مباشرة اليوم بين المنتخب المغربي ونظر الملاوي في مواجهة قوية وصعبة في الدور 16 من كأس أمم أفريقيا. نعرف أن المنتخب المغربي تصدر مجموعته الأولى بسبع نقاط، أما بالنسبة للمنتخب الملاوي فهو احتل الرتبة الثالثة برصيد أربع نقاط. اليوم مواجهة صعبة وقوية لأن كل المنتخب الفوز لكي يمر إلى الربع من كأس أمم أفريقيا. مباراة اليوم سوف يستضيف ملعب أحمد وحيجو في الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والساعة 7 بتوقيت غرينتش، منقول على قناة بي إن ماكس 1 و2. نتمنى أن تستمتعون بهذه المباراة ولا تنسوا تشاركونا توقعاتكم لهذه المباراة. هل المنتخب المغربي قادر أن يفوز على المنتخب الملاوي في هذه المواجهة القوية والصعبة؟ نتمنى الحظ الموفق للمنتخب المغربي.